السابعة صباحا من الحياة، فمهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. وزارة الصحة جلسة عمل حول برنامج تدعيم السلامة الصحية للأغذية وحماية المستهلك في تونس. قيس سعيد: لا توجد دولة في العالم تقبل أن يكون على أرضها أشخاص خارج الأطر القانونية وتقبل أن تتولى مجموعات إحداث محاكم خاصة بالأحوال الشخصية. خلال محادثة هاتفية جمعتهما اليوم رئيس الجمهورية يدعو نظيره السنغالي لزيارة تونس. والقاصرين الاحتفاظ برئيس بلدية العيون والكاتب العام للبلدية. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الصحي، حيث أشرف وزير الصحة علي مرابطة أمس الجمعة بمقر الوزارة على جلسة عمل حول برنامج تدعيم السلامة الصحية للأغذية وحماية المستهلك في تونس الذي يندرج في إطار التعاون التونسي الألماني وينفذ بالشراكة بين الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات مع المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر والمكتب الفيدرالي الألماني لحماية المستهلك وسلامة الأغذية. وحضر هذا الاجتماع مدير التعاون الدولي بالمعهد الفيدرالي الألماني للتقييم المخاطر والوفد المرافق لها وممثلين عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية والمنتجات وفرق العمل بالهيكل المتداخلة بالوزارة. وفي سياق آخر، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الجمعة نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية وأكد بأن الثوابت السياسية التونسية تقوم على المساواة وترفض التمييز العنصري والإتجار بالبشرة والتدخل الخارجي في شؤون الدولة التونسية. وشدد سعيد على أن تونس لا تتدخل في شؤون الدول الداخلية، كما أنها لا تقبل كذلك التدخل في شؤونها الداخلية. أكثر التفاصيل في التسجيل التالي. تونس هناك ثوابت بالنسبة إلى سياستنا الخارجية، ومن بين أهم المبادئ التي تقوم عليها كما يعلم الجميع أننا لا نقبل بالتدخل في شؤوننا أطلاقا. سيادتنا الوطنية فوق كل اعتبار، لا نتدخل في شؤون الغير ولن نقبل بأن يتدخل أحد في اختيارات الشعب التونسي. شهداء سقطوا من أجل الاستقلال ولن نفرط أبدا في استقلالنا. هناك كما تعلمون وقمتم بجهود مضنية في الأيام الأخيرة تتعلق بهذه الحملة الشعواء التي تشنها دوائر معروفة ولأهداف معلومة، وتتعلق هذه الحملة بما يقولون بأنه تمييز عنصري. فعن أي بلاد يتحدثون وعن أي شعب يتكلمون؟ نحن دولة تقوم على المساواة، والتمييز العنصري ليس في قاموسنا إطلاقا، وعليهم أن يحذفوه حتى من قواميسهم كما حذفوا بعض الكلمات من القواميس اللغوية في لغات أخرى. وفي اللقاء ذاته، بيّن رئيس الدولة بأنه لا توجد دولة في العالم تقبل بأن يكون على أرضها أشخاص خارج الأطر القانونية، ولا توجد دولة أيضا في العالم تقبل أن تتولى مجموعات أحداث محاكم خاصة بالأحوال الشخصية، مشددا رفض تونس التعدي على قوانينها. وأضاف سعيد بأننا نعمل على أن تكون إفريقيا للأفارقة. هل توجد دولة في العالم تقبل بأن يكون على أرضها أشخاص خارج الأطر القانونية؟ هل توجد دولة في العالم تقبل بأن تتولى مجموعات إحداث محاكم خاصة بها تتعلق بالأحوال الشخصية، تتعلق بالزواج إلى غير ذلك من مظاهر الخروج عن القانون؟ لن نقبله لا بتمييز عنصري، ولن نقبله بأي تجارة بالبشر، ولن نقبل أيضا بأن يكون هناك
تعدا على قوانيننا. هناك قانون يجب أن يطبق، وهناك تدابير اتخذت وتم تنفيذها لتيسير إقامة أشقائنا. أفاد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي أنه تم الإذن أمس الجمعة بالاحتفاظ برئيس بلدية العيون والكاتب العام للبلدية ومستلزم أسواقه. وبين المصدر ذاته بأنه تم الاحتفاظ بالأشخاص المذكورين من أجل شبهة فساد في إسناد بتة السوق الأسبوعية بالجهة. جرت ظهر أمس الجمعة محادثة هاتفية جمعت كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس السنغالية، وتعرض الرئيسان خلال هذه المكالمة إلى العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين تونس والسنغال منذ الاستقلال ليلة اليوم. وأكد الرئيسان على العزم المشترك على مزيد تطويرها في كافة المجالات. وأوضح سعيد بأن تونس تعتز بانتمائها الإفريقي وهي حريصة على تعزيز علاقاتها مع سائر الدول الإفريقية في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف. وجدد سعيد التأكيد على أن تكون الحلول لمشاكل القارة نابعة من إرادة شعوبها. ووجه سعيد دعوة لزيارة تونس إلى الرئيس السنغالية الذي رحب بها على أن يحدد تاريخها في موعد قريب. استقبلت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان بعد ظهر أمس بقصر القصبة سفيرة سنغافورة بتونس، وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس وسنغافورة والحرص المشترك على مزيد تعزيزها مع الاستفادة من الدور الذي يمكن لتونس أن تلعبه في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي. وأكدت بودن خلال اللقاء على أهمية دفع التعاون الثنائي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي سعت الحكومة لإنجازها تهدف بالأساس إلى توفير مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص في تونس، وإلى دعم تنافسية المنتوجات التونسية في الأسواق الخارجية. ودعت بودن بالمناسبة إلى تطوير نسق المبادلات التجارية بين البلدين وتكثيف التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة والصناعات التقليدية. ومن جانبه عبر سفير سنغافورة عن استعداد بلاده لمزيد دفع التعاون مع تونس مع التطلع لتعزيزه في قطاعات التكوين المهني والسياحة والنقل الجوي، وأشاد في هذا الإطار بالزيارة الناجحة التي أداها وفد من رجال الأعمال السنغافوريين إلى تونس خلال شهر جانفي الماضي لاستكشاف مميزات المنتوج السياحي لتونس، وذلك وفقا لنص البيان الصادر مساء أمس عن رئاسة الحكومة. وفي سياق آخر، نددت حركة النهضة في بيان لها مساء الجمعة 10 مارس الجاري باعتقال الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة محمد صالح أبو علاقي وعدد من أعضاء المكتب الجهوي وأحد النقابيين بالجهة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. كما اعتبرت النهضة بأن الاعتقال هو اعتقال عشوائي وممنهج بغاية الترهيب والتخويف وقطع الطريق أمام الأنشطة المبرمجة لجبهة الخلاص في جهة باجة وبقية الجهات، وذلك وفقا لنص البيان الصادر عن حركة النهضة مساء أمس. وفي سياق ذاته، دعت حركة النهضة إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا واحترام الحقوق العامة والفردية وعدم الزج بالقوات الأمنية في المناكفات والتجاذبات السياسية. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزارة الصحة جلسة عمل حول برنامج تدعيم السلام الصحي للأغذية وحماية المستهلك في تونس. قيس سعيد: لا توجد دولة في العالم تقبل بأن يكون على أرضها أشخاص خارج الأطر القانونية وتقبل بأن تتولى مجموعات أحداث محاكم خاصة بالأحوال الشخصية. والقصرين: الاحتفاظ برئيس بلدية العيون والكاتب العام للبلدية. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبد الحطاب في لايف سبور. التقي وإياكم في مواعيد إخبارية أخرى. إلى اللقاء.